زي حضرتك يا سيادة الرئيس. اهلا وسهلا حضرتك، ده شرف لينا جميعا ان حضرتك تبقى موجود معنا النهارده. اتفضلي حضرتك. انا نعم امام حي الاسمرات، مامة محمد محمد في مبادرة الجيل الجديد، وانا قاعدة في حي الاسمرات، وده شرف لي ان انا اكون موجودة في حي الاسمرات. انا بشرف بيه في اي حتة ان انا من حي الاسمرات، والبركة في حضرتك. طب انا هقولك بس عشان قبل ما تكملي كلامك، والله العظيم انا بحلف ده شرف لينا ان احنا نقدر نجيب الناس وتقعد في الاسمرات وكده. انا بحلف بالله. ربنا يخليك لينا يا رب. يخليك. ربنا يخليك لينا. حضرتك معايا ابني برضو في مبادره الجيل الجديد، كنت حابه اتكلم عن اللي احنا حاسين بيه. اتفضل. حضرتك غيرت المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه، واحنا كمان اتغيرنا، وكمان المبادره بتعيد تربيه اولادنا. بجد يا ريس مفيش كلام يوفي حق حضرتك، فعلا ربنا ينصرك يا رب. شوف انا هقول لك على حاجه. انا كنت المفروض ان انا يعني ارحب بكم الاول واقول لكم كل سنه وانتم طيبين جميعا ورمضان كريم، وكمان اقول لاشقائنا المسيحيين واهلنا لان هم كمان صايمين زينا كده، فهم كل سنه وهم طيبين. صحيح. لكن عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. احنا زي ما قلت ليوسف كده، احنا كنا بنحلم بالموضوع دوت وربنا سبحانه وتعالى اراد، بس كل ما هتعملوا اكتر انتم بقى، انتم مع نفسكم مع اولادكم، هتخلوا الحلم ليه معنى اكبر من كده بكتير. لان اولا احنا كلنا اولاد مصر، وبالمناسبه يا اختي يا نعمه انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. محدش مننا ليه فضل عليكم، الفلوس دي فلوس مصر، يعني مش صحيح ده؟ ربنا يخليك ويخليك. انا بقول لكم عشان الكلام ده اللي كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي، حضرتك والناس اللي موجوده هنا وحتى الناس اللي في بيوتها، احنا ما بنجيبش، حدش بيجيب حاجه من جيبه، بس كان هيبقى جميل قوي ان احنا نحس ان كل اللي بنعمله ده كمان انتوا مع بعضكم تحبوا بعض اكتر وتساعدوا بعض اكتر، عشان يعني مش عايز اقول ندفن كل اللي فات ونبص اللي قدام لاولادنا ولينا ونحسن. هو الدفن فعلا. يعني عايز اقول لك ايه، انتوا مع بعض واحنا معاكم،